متابعة الإمام عن طريق التلفاز لا يجوز. الأصل في هذه القضية كما قلنا هو اتحاد المكان، وهذه القضية لاتحاد المكان المذاهب الأربعة كلها أفتت بذلك. يعني لو افترضنا أننا إذا كان الراديو خدام كان قلنا الصلاة مسلم نوره وبعيد، أو كذلك التلفزيون كان قل الصلاة ونوض نصلي معه وبعيد، لسنا في مكان واحد، لا يجوز. وقياسا على ذلك لو أخذنا مثلا اليسبي ودرنا فيه شي صلاة قديمة تروح ديال العام اللي فات وتعالى ونديروها في اليسبي ونطلقوها وتدوز في الشاشة ولا شي حاجة هكذا ونوض نصلي، لا يجوز. هذا تكلفوا بما لا يطاق، وربما كلفناش هاد الشيء. نصليو إذا كنا موجودين في الجامع نصليو، كنا خارج المسجد نصليو في ديورنا، كتسمى صلاة في البيت، كنصليو في ديورنا. وفي هاد الظروف اللي حنا فيها دابا الآن كنصليو في ديورنا الفرائض وحتى التراويح، والتراويح نصليو بداك الشيء اللي حافظين. إذا كنت حافظ القرآن كله كنصليو بالقرآن ديالي اللي حافظه، ما نهز لا مصحف لا والو. ما كنتش حافظ ما نهزش المصحف، بداك الشيء اللي حافظ نبقى ندير التراويح، نصلي العشاء ديالي ونصلي التراويح، ومني نسالي داكشي اللي حافظه الحمد لله رب العالمين، داكشي اللي حافظ بقصار الصور، اللي حافظ غير صوره واحده قل والله احد، نصلي الصلوات كلها ونقعد بعد ذلك ونشد الارض ونشد المصحف ونقرا القران ديالي، لانه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، شد المصحف وكتصلي، ولا ديك الاوراق تخلطوا لك، وهذاك المصحف اللي تبغي تركع كي غادي ليا، ومني تبغي فكاينه امور من الأفضل. الله سبحانه وتعالى ما فرضش علينا هذا الشيء، الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، كلفنا ما نطيق. ولو القضية في الصلاة وفي التراويح القلب، اتصال القلب بالله، ما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها صلة بين العبد وخالقه.